يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، اهلا وسهلا بحضراتكم. لا حديث في العالم كله الحقيقه غير عن الزلزال، زلزال انتقال ميسي من برشلونه لباريس سان جيرمان. والحقيقه يمكن اصداء الموضوع ده واخده ردود افعال على كل المستويات، على مستوى الفني طبعا، انت بتتكلم على فريق بي اس جي الباحث عن التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا اكثر من موسم، ورغم انه الحقيقه بيضم تشكيله مميزه جدا، كوكبه تقيله جدا، اسماء من العيار التقيل، لكن الحقيقه فشل في المهمه دي على مدار موسمين متتاليين. هل يضيف ميسي جديد؟ انت بتتكلم تقريبا عن منتخب العالم. صفقات بي اس جي لوحدها في الموسم ده كفيله الحقيقه انها تدعم الفريق بشكل كبير، مش بس ميسي، انت بتتكلم على جان لويجي دوناروما، بتتكلم على سيرجيو راموس، بتتكلم على اشرف حكيمي، وبالتاكيد طبعا تتكلم عن ليو ميسي، واحد من اعظم اللاعبين على مدار التاريخ. حط على الاسماء دي بقى دي ماريا، نيمار، فيراتي، ايكاردي، فينالدوم، دراكسلر، كلها الحقيقه اسماء تخليك تقول انه باريس سان جيرمان بيجهز منتخب العالم. لكن هل ده بالضروره انه يؤدي لتتويجه بلقب دوري الابطال؟ انا شخصيا اشك، لكن هنشوف. لكن اللي ما فيش شك فيه الحقيقه انه الدوري الفرنسي بقى في حته ثانيه، وانه متابعه الليج او يعني بطوله الدوري الفرنسي السنه دي هتبقى مختلفه بالتاكيد عن اي سنه فاتت، وتقدر تقول كده انه سحب البساط من تحت اكبر الدوريات في اوروبا. يمكن اللي يزال بيحتفظ بقوته وبموقفه في الصداره هو الدوري الانجليزي بالتاكيد، اللي ما فيش شك انه واحد من اقوى دوريات العالم من حيث الاسماء قول، من حيث النظام قول، من حيث كمان قوه المنافسه قول، لكن بالتاكيد الدوري الفرنسي السنه دي هيحظى بمتابعه كبيره جدا، هنشوف ونتابع. لكن خليني اقول لحضراتكم كمان انه ردود الافعال مع المستوى القانوني كمان في كلام كتير جدا، لانه طبعا واحد من اهم اسباب انتهاء علاقه الاسطوره ميسي ببرشلونه بعد مشوار امتد ل 20 سنه وبعد تاريخ وانجازات صعب جدا جدا على اي لاعب ان هو يكررها، مش بس مع برشلونه، مع اي نادي تاني، اعتقد كمان انه في بعض ردود الافعال القانونيه اللي بتتكلم على اللعب المالي النظيف، وده واحد من الحاجات اللي هنطرحها في حلقه النهارده. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل، والحلقه النهارده مخصصه بشكل كبير جدا للميركاتو اللي بتوقع انه يغير من شكل الدوريات في اوروبا ومن شكل المنافسه، ويقول انه العجله ابتدت تدور تاني. النهارده بنتكلم على تدعيمات كتيره جدا، انتقالات، سوق الانتقالات منتعش بعد موسمين كان الانديه حتى الانديه الكبيره جدا بتواجه صعوبه في الانتدابات او في التعاقدات. نقدر نقول انه النهارده الحياه بتدب مره ثانيه في الميركاتو، وهنستعرض مع حضراتكم اهم الصفقات، وبالتاكيد طبعا ماتش الاسماعيلي حاضر لانه واحد من اهم واصعب الماتشات، مش بس في الماتشات المتبقيه، لكن انا بشوف دايما انه الاهلي الاسماعيلي واحد دايما من الماتشات اللي بتنتظرها جماهير الكره المصريه. هنتكلم بالتفصيل طبعا على استعدادات النادي الاهلي، وهنطمن على تمرين فرقتنا النهارده، وافكر حضراتكم بس بسؤال حلقتنا، افضل ثلاث لاعبين طبعا من وجهه نظر جماهير النادي الاهلي في مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا الاخيره. خلينا بقى نروح لزميلنا محمد توفيق. طبعا يمكن انتم متابعين او جماهير النادي الاهلي متابعه، بس خليني اقول لكم فيما يتعلق باخر تطورات طبعا طاهر ومحمد محمود متولي. الحقيقه يمكن طاهر من ساعه مشاركته مع المنتخب الاولمبي وكان تعرض لكدمه في قدمه، وبالتالي هيخضع لكشف طبي هو محمود متولي النهارده عشان يعني الفرقه تتاكد او الجهاز الفني يتاكد من مدى جاهزيتهم للحاق والمشاركه في مباراه الاسماعيلي من عدمه، بس في اغلب الظن اعتقد ان هما الاثنين هيكونوا بعيد عن المشاركه. لكن هنروح اكتر ونتعرف اكتر على اخر التطورات دي من خلال زميلنا محمد توفيق الموجود في النادي الاهلي واللي بيحضر مران النادي اللي زي ما حضراتكم شايفينه على الهواء مباشره دلوقتي. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي السادسه في كل مكان. في نفس اللحظه اللي بيبدا فيها السادسه بنعرف انه تمرين النادي الاهلي بيبتدي، عايزين نعرف التمرين اخباره ايه، عايز اطمن منك كمان على حاله محمود متولي، على حاله طاهر محمد طاهر.
بالفعل زي ما قلت زميل عزيز احمد، يمكن يعني التمارين حالا بيبتدي دلوقتي في تمام السادسه مع بدايه البرنامج. يمكن كنا متعودين الايام اللي فاتت كانت التمارين بقى خمسه، لكن طبعا نظرا لارتفاع درجه الحراره الشديد فمستر موسيماني قرر ان التدريب ان شاء الله يكون في تمام السادسه. يمكن ده التدريب الاول والرئيسي لمباراه الاسماعيلي، المباراه في اطار الاسبوع ال 29 من الدوري العام. وزي ما قلت في مقدمتك مطابقه مباراه الاهلي والاسماعيلي واحده من كبريات مباريات الدوري المصري الممتاز، بغض النظر عن مركز النادي الاسماعيلي في الدوري. يمكن كانت البدايه متعثره شويه، لكن شفنا اداؤه بعد يعني كابتن ايهاب جلال ما بقى موجود على راس الاداره الفنيه للفريق، يعني يمكن الفريق اداؤه تحسن بشكل كبير. ودوت اللي مستر موسيماني كان حريص عليه النهارده قبل المران، وعقد محاضره فيديو للاعبين للتعريف وشكل لعب النادي الاسماعيلي خاصه في المباريات الاخيره. التدريب حالا زي ما انت شايف في الصوره قدامك حالا دلوقتي بيبتدي، يمكن كمان اللي بيتم دلوقتي حالا الاستعداد كابتن محمود الخطيب هيكون موجود بعد دقائق في ملعب المباراه لمتابعه التمرين ومؤازره اللاعبين. زي ما انت عارف في داخلين على ست مباريات مهمه، ست مباريات فاصله في مشوار المسابقه الدوري العام، وان شاء الله تكون ست خطوات لوصول للقب المميز والمفضل لجميع النادي الاهلي وهو لقب الدوري العام. يمكن سالتنا على الاصابات، يمكن زي ما قلت طاهر محمد طاهر ومحمود متولي. يمكن محمود متولي بالفعل بيؤدي التمرينات الاستشفائيه حالا، وكمان هيبقى طبيب الفريق دكتور احمد ابو عبله هيعمل له اختبار بعد دقائق قليله زي ما انت قلت علشان يشوف هيكون يقدر يكون موجود في المباراه ولا لا. لكن طاهر بشكل كبير الحمد لله، يمكن ما في كان بس الخبطه اللي تعرض لها اثناء الاولمبيات الحمد لله تم شفائه منها، وان شاء الله هيكون مشارك النهارده في مران الفريق. خلينا كمان اطمنك على كابتن وليد سليمان، بيأدي تمريناته الاستشفائيه بشكل اكثر من رائع، بيجري بشكل طبيعي جدا حوالين الملعب. يمكن اتكلمت معاه كمان قبل بدايه المران، معنوياته مرتفعه جدا، ويعني يمكن هو هيعدي حالا دلوقتي تشوفه في الكاميرا وانا وتطمن عليه. قال ان هو ان شاء الله مع بدايه الاسبوع الجاي هيكون موجود ان شاء الله في التمرينات الجماعيه للفريق. يمكن الغياب الوحيد بس اللي بيغيب عن الفريق ان شاء الله يبقى كويس ويقوم بالسلامه ويتم شفاءه على خير هو بدر بانون، اللي ما زالت المسحه بتاعته ما زالت ايجابيه ومش هيكون موجود في قائمه مباراه الاسماعيلي. ان شاء الله نطمن على كل المصابين والغيابات ويكون الفريق كامل العدد ومستعد بشكل اكثر من رائع لاول خطوه من الست خطوات المتبقيه على حسم لقب الدوري العام باذن الله. تطمنا على محمود متولي، وهل بيشارك في تمرين النهارده؟ خضع لكشف طبي ولا لا؟ نعرف منك اخر تطورات بالنسبه لكابتن محمود متولي. حالا وانا معاك دلوقتي كابتن محمود متولي بيأدي بعض التدريبات الاستشفائيه، واثناء المران دكتور احمد ابو عبله هيعمل له اختبار لتحديد مدى ان كان هيكمل المران او التقسيمه مع بقيه اللاعبين او هيكمل تدريباته الاستشفائيه ان شاء الله في لحد فتره ما بعد مباراه الاسماعيلي. لكن بنسبه كبيره ان شاء الله محمود متولي يكون كويس. يمكن اطمنت من اخصائي العلاج الطبيعي قال لي بيأدي المران بشكل كويس، والتقل اللي كان في رجليه الحمد لله احسن، وان شاء الله نطمن عليه ويكون موجود ان شاء الله تحت امر الجهاز الفني سواء في مباراه الاسماعيلي او في المباريات المتبقيه ان شاء الله في عمر مسابقه الدوري العام. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من ملعب مختار التتش في النادي الاهلي. دي طبعا لحظات بدايه التمرين، ان شاء الله باذن الله 48 ساعه يمكن بتفصلنا عن مباراه مهمه جدا. ست مباريات اللي جايين في منتهى الاهميه، وانا كلمت مع حضراتكم امبارح كلمت جماهير النادي الاهلي على الحاله، احنا في امس الحاجه في الفتره دي وفي الايام المتبقيه من مسابقه الدوري ان احنا ندعم، ان احنا نوصل صوتنا للاعبتنا، ان احنا نقف في ظهر فرقتنا، وقادرين ان شاء الله باذن الله زي ما اتفقنا. لانه احساسي الكبير جدا من خلال التواصل معاكم دايما على صفحات قناه النادي الاهلي انه البطوله دي بالنسبه لكم قد ايه مهمه. صحيح هي بطولة مفضلة، صحيح ان احنا بنحمل لقبها لاخر خمس سنين، لكن احساسي او الاحساس اللي واصل لي دايما انه جمهور النادي الاهلي مركز قوي مع البطولة دي، ورغم التتويجات الكتيرة قوي اللي نجحت فيها فرقة النادي الاهلي على مدار الثمان شهور الاخيرة، بتتكلم على لقبين قاريين، بتتكلم على لقب عالمي ثالث عالم، بتتكلم على سوبر افريقيا، بتتكلم على دوري وكاس النسخة الاخيرة، لكن تظل النسخة دي على رأي كابتن علاء نبيل كبرت في دماغنا. مهمة جدا بالنادي الاهلي ومهمة جدا للجماهير، وان شاء الله قادرين ان احنا نحصد اللقب. اللي بطلبه بس من الجماهير محدش يجركم ومحدش يستدرككم لفكرة الدخول في المهاترات او الكلام على صفقات النادي الاهلي. طمنوا ملف الصفقات النادي الاهلي زي ما عودنا دايما بيتحرك فيه بشكل اكتر من محترف، وبطمن حضراتكم على الاسماء اللي ان شاء الله باذن الله هتشوفوها لابسة تيشرت النادي الاهلي في الموسم الجديد. بس كل حاجة بأوانها، مش من مصلحتنا تماما ان احنا نتكلم دلوقتي على لعيبة هتمشي او على لعيبة هتيجي او على تجديد تعاقدات، كل ده ممكن يطلع اللعيبة من تركيزها. فأرجوكم
ست ماتشات 540 دقيقة زي ما بيقولوا كده، يوصلونا إن شاء الله بإذن الله درع الدوري في الجزيرة زي ما تعودنا دايما. خلينا نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم نبدأ حلقة النهاردة من السادسة. طيب هكلم مع حضراتكم دلوقتي في السادسة شوية عن الكرة الأفريقية. مفيش شك أنه على مدار تاريخ طويل جدا قدمت أفريقيا للعالم كله مجموعة من أهم وأبرز المواهب اللي تألقت حتى في أكبر الأندية الأوروبية. يعني ما نقدرش ننكر أنه لعيب زي جورج ويا الليبيري، مايكل إيسيان الغاني، رابح ماجر الجزائري، وغيرهم وغيرهم من النجوم كانوا نجوم طلعوا من القارة الأفريقية. وما نقدرش ننكر كمان أنه حتى اللعيبة اللي من الجيل الثاني أو الجيل الثالث واللي تألقت مع أكبر الأندية وأكبر المنتخبات الأوروبية أصولها أفريقية. يعني لعيب أسطورة مثلا زي زين الدين زيدان او كريم بنزيما او امبابي كلهم من اصول افريقيه، ممكن يكونوا جيل تاني جيل تالت، لكن انا بتكلم على الاصل على القاره الام، بكلم حضراتكم على عناصر كره القدم في العصر الحديث. اذا كنت بتتكلم على القوه، اذا كنت بتتكلم على السرعه، اذا كنت بتتكلم على المهاره، اذا كنت بتتكلم على اللياقه البدنيه في اعلى مستوياتها هتجدها دايما في قاره افريقيا. لكن السؤال، هل اتطورت قارة أفريقيا بالشكل يتناسب مع تطور كرة القدم؟ هل في عائد من النجوم اللي بيروحوا أوروبا زي ديدييه دروجبا وزي نجوم كتير متألقين في الدوريات الأوروبية مع أكبر الأندية، محمد صلاح، زياش، رياض محرز، أشرف حكيمي، مع كلهم من القارة الأفريقية بيلعبوا في أكبر أندية أوروبا وبيحققوا بطولات أوروبية ومكسرين الدنيا، لكن هل ده ترجم أو هل ده ليه مردود على تطور كرة القدم؟ هل ممكن نشوف في يوم من الأيام منتخب أفريقي بينافس مثلا في كأس العالم يحقق لقب بطولة العالم؟ هل ممكن نشوف نادي أفريقي بيحقق لقب بطولة العالم للأندية؟ كلها أسئلة مطروحة في الفقرة دي. هيكون معانا البلجيكي سفين فاندن بروك وهو المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، بيشرفنا على شاشة الأهلي من خلال الفيديو كونفرنس. بداية طبعا بشكرك على حضورك معانا وبرحب بيك على شاشة الأهلي. مرحبا بالجميع. خليني في البدايه بس قبل ما تتطرق لموضوعي الاساسي، موضوع الكره الافريقيه ومدى تطورها، اسالك عن رد فعلك او رايك فيما يتعلق بصفقه انتقال ليونيل ميسي من البارسا لبي اس جي. لا، هذا الأمر أمر كبير بالنسبة لي. أنا أحب الكرة الإسبانية وأحب برشلونة وأشاهد ميسي مع برشلونة لمدة سنوات طويلة، هو أدى بشكل رائع، ولكن هذا الأمر مؤلم لجماهير برشلونة. أنا أتفهم أن هذا الأمر له أبعاد اقتصادية ويجعلك تختار اختيار ليس ما تود حقا، ولم يكن يريد ميسي أن يغادر بالفعل، وتعتبر هذه صدمة لجماهير برشلونة وجماهير الجماهير الكرة في العالم كله. طيب أروح معك لموضوع الأساسي، الكرة الأفريقية، وأنت بتشتغل مع الجيش الملكي المغربي وبالتأكيد تعاملت مع الكرة الأفريقية بشكل يعني مقرب، إزاي بتشوف تطورت المسابقات، تطورت إلى حد ما البنية التحتية الناحية التقنية؟ هل بتشوف أنه ده كان ليه تأثير إيجابي، وهل تطورت بالفعل الكرة الأفريقية في السنوات الأخيرة؟ بالطبع بالطبع، فطبيعة اللاعبين تغيرت وجودة اللاعبين تحسنت، وكذلك على مستوى المنشآت وعلى مستوى الأندية في العامين الأخيرين الأمر تطور كثيرا في الكرة الأفريقية كما أرى. وكما ترى من قبل، الفارق الكبير بين الدول الأفريقية، فالآن يوجد بعض التوازن بين هذه الدول وبين هذه المستويات، وتجد الآن العديد من اللاعبين في أعلى مستوى في أوروبا الآن من كثير من الدول الأفريقية، ويمثلون بلادهم في البطولات المختلفة الأفريقية.
واعتقد ان الفرق التي لديها مشروع لمده 10 سنوات او هكذا هي الدول التي تستطيع ان تتطور وان تتميز على المستوى العالمي، وسيوجد هناك توازن حقيقي بين الفرق في افريقيا. على مستوى المنتخبات خليني اسالك، ايه ممكن يكون ترجمه ده؟ يعني مع امتلاك افريقيا لكبار النجوم اللي بيلعبوا في الدوريات واكبر الانديه الاوروبيه او حتى اللي موجودين هنا، بنشوف تشكيلات واسماء قويه جدا لعدد كبير من المنتخبات الافريقيه، نيجيريا على سبيل المثال، الكاميرون، غانا، مصر، الجزائر، ورغم كده بنجد دايما معاناه للمنتخبات او للدول الافريقيه في البطولات الكبرى، على سبيل المثال كاس العالم، على سبيل المثال العاب اولمبيه. تفسيرك لده ممكن يكون ايه؟ او ايه هي اهم الاسباب الخاصه بمعاناه المنتخبات الافريقيه في البطولات الدوليه؟ أعتقد أن هناك أسباب عديدة لهذه المنتخبات ألا تصل للقمة المسابقات الكبيرة. أنا كنت مدرب مساعد في منتخب الكاميرون، وأعتقد أن هناك توازن في هذا المنتخب، لكن ليس التوازن وحده هو الذي يجعلك أن تفوز بالبطولات الكبرى. ربما يكون سبب في أن يكون لديك لاعبين كبار وعلى المستوى الفني وعلى المستوى البدني بين منتخبات القارة، لكن أعتقد أن الأمر صعب جدا أن تجد الفريق المتكامل، وهذا السبب الأول. السبب الثاني بالطبع الأشخاص المتواجدين حول الفرق، يوجد أشخاص كثيرين جدا يعملون في الفرق الكبيرة ليطوروا من شأن الفرق ويطوروا من شأن هذا الفريق في البطولات الكبرى، فبالتالي يستطيع أن يفوز ويستطيع أن يحلل ويستطيع أن يرى كثير من الأشياء ليتمكن من الفوز. وأعتقد أنه لا يوجد الآن فريق أفريقي يستطيع أن يظل على أعلى مستوى ويؤدي بأعلى مستوى في بطولة عالمية إلى نهاية البطولة. فأعتقد أن الأشخاص المتواجدين حول الفريق ويساندون الفريق مهمين جدا، محللي الأداء والمسؤولين عن اللياقة، كل هذه الأشياء مهمة جدا. اسمح لي، أنا دايما يعني بتبقى مقارنة في ذهني حاضرة كده، دايما مقارنة الكرة الأفريقية بالكرة اللاتينية، كرة أمريكا الجنوبية، على الرغم من تشابه كتير جدا في الظروف، سواء انه يعني المسابقات الى حد كبير ما اقدرش اقارن في سواء في امريكا الجنوبيه او افريقيا قوه المسابقات بقوه الدوريات الاوروبيه، ما اقدرش اقارن الامكانيات الماديه صفقات اللاعبين برضو بقاره اوروبا، ورغم كده انجازات دايما امريكا الجنوبيه افضل بكتير جدا، على الرغم ان بتتكلم عن نفس المواهب نفس الامكانيات، ورغم كده قاره امريكا الجنوبيه قادره دايما انها تقف موقف الند بالند لفرق اوروبا. نعم، لكن إذا عدت لكأس العالم في روسيا 2018 لم يوجد إلا فريق واحد فقط خارج في دور الثمانية إلا البرازيل، وكل الفرق كانت أوروبية. هذا الأمر أنت محق فيه، لكن هذا الأمر متغير وليس قاعدة. ربما تكون الثقة عند اللاعبين الأمريكيين أعلى، اللاعبين اللاتينيين أعلى من اللاعبين الأفارقة في البطولات الكبرى. أعتقد أن هذا عامل أساسي للعبهم في أوروبا وهكذا. طيب خليني أتنقل معاك لفكرة السوبر ليج، البطولة اللي طرحت في أوروبا وما بين أصوات كانت بتعارض بشدة وما بين بعض الأندية اللي رأت فيها أنها ممكن تحقق استفادة كبيرة. يظل مصير السوبر ليج في أوروبا حتى اللحظة دي مصير مجهول، لكن الحقيقة إنفانتينو طرح الفكرة على المسؤولين في الاتحاد الأفريقي واقترح أنه يتم إقامة سوبر ليج بين الفرق الأفريقية وبين الأندية الأفريقية. رأيك في الفكرة دي مع وجهة النظر اللي بتعيد إقامتها، وإذا أقيمت من وجهة نظرك برضو إيه ممكن تكون الفوائد اللي تعود على الأندية والمنتخبات الإفريقية من إقامة السوبر ليج في إفريقيا؟
I don't know what to think about it. لا أود أن أفكر في هذا الأمر كثيرا. هذا الأمر مفيد لكثير من الأندية لأن تحسن من مستواها وتحسن من دخلها ومن الناحية المالية كذلك. ولكن بعض الأندية لديها صعوبة في التنقل والأمر مرتفع الثمن عليها، يعني يحتاجون الكثير من الأموال لفعل هذا، فالأمر صعب بالنسبة لبعض الأندية. لكن عموما أنا أدعم الفكرة، أنا أرى أنها ستعالج الفجوة بين بعض الدول وبعضها. مثلا بالنسبة للزمالك والأهلي حينما يلعبون في السوبر ليج، وهذا الأمر سيعالج هذه الفجوة بين الأندية، لأنها سنجد أندية بمستويات أقل وتحتكي مع هذه الفرق. فأعتقد أن هذه الفكرة جيدة، لكن يجب أن نركز على العواقب. بالتأكيد تابعت الأهلي في الموسمين الأخيرين وتتويجه بنسختين متتاليتين من دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، كمان تتويجه بالسوبر الأفريقي ومشاركته المميزة في كأس العالم للأندية. يمكن ده مثال اللي كنت لسه بكلمك فيه، المقارنة بين القارتين أمريكا الجنوبية وأفريقيا وقدرة الأهلي على تخطي بالميراس البطل البرازيلي وبطل أمريكا الجنوبية. إزاي شفت نسخة الأهلي وتقييمك لأداء الأهلي مع موسيماني؟ حينما رأيت مباراة الأهلي تحتم علي أن أقول أن الأهلي في دور الأبطال الأهلي أعطى أداء رائعا وصورة لأداء فريق متطور ومحترف. الأهلي لديه فريق عظيم ولديه مدرب عظيم، فبالتالي أن تحافظ على فريق لمدة عام أمر جيد، لكن أن تحافظ على المستوى لأكثر من عام فهذا أمر رائع. الأهلي لديه فريق رائع، مهارات فردية على المستوى الفردي لكثير من اللاعبين، فأعتقد أن هذا الأمر يميز الأهلي عن باقي الفرق. أكثر اللاعبين المميزين اللي تابعتهم في مشوار النادي الأهلي؟ I must say that when the left defender. أعتقد أن علي معلول المدافع الأيسر للأهلي لاعب رائع. حسن الأداء كثيرا من هذا الجانب. والأهلي لديه جبهة قوية هجومية جدا من الجانب الأيسر، وهو مفتاح جيد جدا لفريق الأهلي في السنتين الأخيرتين، وجعل الأهلي في مستوى عالي جدا. وأعتقد أن حارس المرمى أيضا، وأعتقد أيضا لديكم بواليا لاعب رائع، أنا أعرفه، أعتقد أنه سيستطيع أن يؤدي بشكل أفضل إذا لقي الدعم من لاعبي خط الوسط أكثر، كما يحدث مع محمد شريف. يستطيع أن يندمج مع هؤلاء اللاعبين محمد حسين الشحات ومحمد شريف. أعتقد أن بواليا فالفريق جيد جدا. أفضل ثلاث لاعبين أفارقة لفتوا نظرك في الموسم الأخير؟ أفضل ثلاث لاعبين أفارقة في مختلف البطولات الأفريقية يعني من وجهة نظر سفين فان دن بروك. And I can choose who's playing outside or still on Africa. أختار اللاعبين من داخل يلعبون داخل أفريقيا ولا من داخل عموماً؟ أفريقيا، من داخل قارة أفريقيا. Inside Africa. داخل أفريقيا بالطبع. Sure, that's a difficult one. سؤال صعب جدا لأني لدي العديد من اللاعبين. سفيان رحيمي من الرجاء المغربي. أحرز العزيز من الأهداف. لاعب رائع. This year.
That's a very difficult وبالطبع كما قلت سؤال صعب جدا. I must say that Chama and Mikuson from أحب أيضا تشاما أدى أداء أداء رائعا هذا الموسم مع سيمبا وتطور كثيرا عما كان من قبل. أحب أيضا محمد شريف من الأهلي لديه توازن في أدائه أحرز العديد من الأهداف مع الأهلي في مختلف البطولات أنه يؤدي الآن مستوى رائع وموسم رائع مع الأهلي ولكن إذا سألتني عن أفضل فريق كان سيكون أسهل لكن هذا سؤال صعب جدا أفضل فريق من وجهة نظرك في هذا الأمر في هذه اللحظة سؤال سهل جدا بالطبع الأهلي سأختار الأهلي فالأهلي هو أفضل فريق في آخر سنتين والأهلي الأهلي أدى أداء رائع كذلك الرجاء المغربي لكن الأهلي يتفوق بالطبع سفين فاندن بروك بشكرك شكرا جزيلا طبعا المدرب البلجيكي المدرب الحالي المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي بشكرك على وجودك معنا كلامنا عن الميركاتو يبتدي في السادسة بس بعد فاصل سريع الحقيقة. أنا الحقيقة متخيل إحساس وشعور عشاق البارسا والكامب نو خالي من ميسي والبلاو جرانا هيلعب ماتشاته السيزون اللي جاي بدون أسطورته اللي قعدت متألقة في ملاعب كاتالونيا لمدة 20 سنة برشلونة من غير ميسي حاجة تانية وطعم تاني بالتأكيد برشلونة فريق كبير والمشوار بالتأكيد هيستمر ويمكن الثلاثية اللي عطوها في يوفنتوس بتقول ان الفريق الى حد كبير بيحاول يستعيد رونقه وكورته ومتعته مرة تانية واحد ما حدش يقدر ينكر بتشجعه وما بتشجعوش من امتع الفرق اللي بتلعب كرة على مستوى العالم لكن السؤال التاني كمان قصة انتقال ميسي لباريس سان جيرمان هل ممكن ان احنا نترجمها لقصة نجاح تانية هل ميسي في المرحلة دي يقدر يحقق او يكسر ارقام زي ما كان بيعمل مع برشلونه ولا الوضع مختلف في جميع الاحوال باريس كلها واقفه على رجل في انتظار قدوم المعجزه الارجنتينيه ليو ميسي والاعلان عن انضمامه لبي اس جي واللي سمعناه طبعا على ملعب حديقه الامراء بارك دي برانس وبرج ايفل اللي تم حجزهم عشان يستقبلوا اسطوره كره القدم الارجنتينيه ميسي عنوان اساسي في حلقه النهارده الميركاتو الصيفي بالتأكيد هنتكلم على أهم التفاصيل وخصوصا أنه في انتعاش في موسم الصفقات بيشرفنا طبعا ضيفنا العزيز دكتور وليد الحديدي ضيف علينا في السادسة مساء الخير دكتور وليد مساء الفل وحشتنا وانت أكتر فقدناك الأسبوع اللي فات وانت أكتر طبعا دايما المباريات والحدث اللي داخل الملعب بيفرض نفسه لكن انت وحشتني والزملاء وكل المشاهدي قناة الأهلي طبعا كنت متوقع القنبلة والزلزال ده يحصل يعني محدش في العالم كله كان متوقع خصوصا بعد اللي حصل السنة اللي فاتت أنه ميسي يسيب برشلونة اولا هي الدخله كانت دراميه قوي بتاعه الفقره جدا شريط الذكريات يعني وانت كنت بتسال يعني يا ترى حاله عشاق برشلونه عامله ازاي قاعد اهي قدامك اهي الحاله على وشك لكن شوف بالنسبه كنا متوقعين ولا لا من السنه اللي فاتت وقبل بدايه الموسم الحالي كان في توقعات ان برشلونه هيعاني صعوبات ماليه قد تصعب من قدرته على الإبقاء على ميسي ومجموعة تانية من النجوم لكن الحقيقة اللي غير المفهوم هو لابورتا لما في مارس في حملته الانتخابية طبعا قبل ما يكسبه لانتخابات نادي برشلونة قال بكل صراحة وبكل أريحية وبكل ثقة أن ميسي هيكمل وأن مفيش أي مشاكل مالية هتكون موجودة في النادي وميسي نفسه أعلن أنا هكمل في برشلونة قصة ميسي اللي هو لحد دلوقتي أو لحد آخر مؤتمر صحفي أو لحد رحيله بشكل رسمي هو ما تقدرش تلقي عليه اللوم وإحنا طبعا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل فعلا 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 ما احنا هنشرح الموضوع كده. بص احنا هنتكلم وهنشرح وهنستعرض الموضوع سوا ونشوف فعلا هل ميسي ليه دور او ليه يد في القصه دي ولا هو ضحيه وراحل غصب عنه
فاللي غير المفهوم هو لابورتا زي ما قلت لك، واللي وعد انه هيبقي على ميسي وانه قادر يتعامل مع الوضع المالي المتردي والمتراجع لنادي برشلونه. والحقيقه ان قصه برشلونه وميسي تضخمت ووصلت لهذا الحد لان برشلونه بيلعب في الدوري الاسباني اللي الرابطه بتاعته رابطه الانديه عندها قوانين مختلفه عن اي قوانين ماليه موجوده في كل الدوريات الاوروبيه، بل هي اكثر قسوه من قانون اللعب المالي النظيف اللي بيفرضه الاتحاد الاوروبي، واوقات ما بيفرضوش يعني على حسب كده يعني. على حسب الجو يعني. فوت لي وفوت لك. لكن الموضوع في اسبانيا قاسي شويه بس في الليجا الاسبانيه، وبالتالي بشكل عام كل الظروف دي دور لابورتا، قوانين الاسبانيه، حالة نادي برشلونة كلها ساهمت في هذا المشهد الدرامي، واللي أنا بعتبره هو يعني هو زلزال أو قنبلة الأقوى في القرن الجديد في كرة القدم. الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا وفي ضجة كتيرة جدا مثارة على انتقال طبعا مش بس ترك ميسي للبارسا، لكن كمان انتقاله لبي اس جي عامل حالة من حالات الغضب الشديدة جدا، وكلام كتير جدا على فريق بي اس جي وامكانيات بي اس جي واموال بي اس جي. خلينا نتكلم عليها في السادسه مع دكتور وليد الحديد ضيفنا بس بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. قبل ما ادخل في الميركاتو وفي قصه ميسي بس اطمن جماهير النادي الاهلي، الحمد لله طمنا على طاهر محمد طاهر وعلى محمود متولي، والاثنين بيشاركوا في تمرينه الاهلي استعدادا للقاء ان شاء الله الاسماعيلي بعد بكره. نروح بقى لقصه ميسي ونشوف الحاجات اللي بين السطور يمكن يقراها لنا دكتور وليد بشكل يخلي الموضوع اوضح للناس، لانه ردود الافعال طبعا والناس يمكن مش فاهمه او مش ملمه بشكل كامل بتفاصيل انتقال ميسي من او ترك ميسي، لانه ده مش صفقه انتقال او مش صفقه بيع، هو ترك برشلونه وانتقل طبعا صفقه انتقال حر لبي اس جي. ايه القصه بقى دكتور وليد؟ طيب هو طبعا الفصل الاول اللي كل الناس عارفاه هو خروج ميسي السنه اللي فاتت وقت تواجد جوزيب بارتوميو كرئيس لبرشلونه، واعلن انه عايز يرحل بسبب الاوضاع الاداريه في النادي وعدم قدره بارتوميو على اداره النادي بشكل سليم والتراجع الكبير وطبعا ساعتها اداره برشلونه قدرت قانونيا ان هي تمنع رحيل ميسي مجانا، وكان بيعتمد ان في بند في العقد بتاعه بيسمح له ممكن الرحيل. اقطعك في الحته دي، ناس كتير جدا وصفت دموع ميسي هنا بدموع التماسيح، انت مع الوصف مستحيل. ده مستحيل 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 يعني ده يعني هو لو حجر قلبه ده من حجر مستحيل بعد كل السنين وكل الانجازات وكل اللحظات العظيمه اللي عاشها جوه جدران برشلونه وهو بيغادر المكان، حتى لو هو عايز يعني نفترض جدلا ان هو اللي قاصد يغادر. انت نفسك لما بتكون مرتبط بمكانه وترحل عنه طبعا. يعني الواحد لما بيبقى سايب بيته اجازه اسبوعين ثلاثه بيبقى زعلان ومتضايق. ده خردي قلبه طبعا زميل طبعا. ورفيق المشوار طبعا، نجوم بارسا كلها كانت حاضره في المؤتمر الوداع اكيد. ف دي كانت اللقطه الاولى، وساعتها قدر برشلونه يبقي على ميسي. اللقطه الثانيه هو ظهور لابورتا والانتخابات المبكره، وكان هو المرشح الوحيد من كل المرشحين اللي كان بيصرح علانية انه هيبقي على ميسي وقادر انه يكمل معاه. وطبعا ميسي واحد من ابناء الفريق اللي بدأوا لابورتا، وكان هو فريق الإنجازات لبرشلونة قبل عدة سنوات، وكان ميسي واحد من نجومه، وبالتالي كان في رابط كده عاطفي بين ميسي ولابورتا وفي توافق كبير بينهم، وبالتالي ميسي ادى صوته لابورتا زي ما كلنا تابعنا. وبعد فوز لابورتا يعني كان يبدو انه ملف محسوم بالظبط، حالة التوافق وحالة الـ 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 الرضا من ميسي على او رغبة ميسي في انه يستمر مع البارسا كانت واضحة واكيدة، وكان ده من بدري قوي، فكان من المفترض او المنطقي من وجهة نظر جماهير البارسا انه يتم التحضير بقى ازاي يتم الابقاء على ميسي في برشلونه، لكن في حاجه حصلت خلت ده مش ممكن. بالظبط، هو ده بقى برضو الخطوه الثالثه في الموضوع. ان تم الاتفاق، ميسي قبل انه يكمل مع برشلونه لحد ما يعتزل في النادي سواء سنتين او خمس سنين زي ما تم التصريح. الاتفاق على الراتب كان 70 مليون يورو تقريبا سنويا. اللي حصل ان الازمه الماليه لبرشلونه خلت لابورتا والاداره تطلب من ميسي انه يخفض الراتب بتاعه بنسبه 50%، وليه 50% هنقول تحديدا يعني. فوافق ميسي بالفعل انه يمضي العقد السنه مقابل 35 مليون يورو، وخلي بالك 35 دي يعني ساعتها ميسي هياخد زيه زي انطوان جريزمان اللي هو اللاعب الاعلى عقدا في برشلونه دلوقتي. تمام. وده واحد من اسباب برضو الغضب جماهير برشلونه على بعض اللعيبه جوه النادي اللي كان تمسكهم بالبقاء لسه الموسم طويل بقى وكوتينيو بقى بالظبط. خلاص لحد هنا والدنيا تمام، كل وسائل الاعلام في اسبانيا وفي العالم، لابورتا نفسه، كل الاخبار اللي جايه بتقول ان ميسي مكمل واتفق على تفاصيل العقد وهيمضي العقد.
القنبلة بقى اللي حصلت هي لما فجأة طلع نادي برشلونة بيان من كام يوم فجائي بدون أي تمهيد وبدون أي مقدمات أنه بيشكر ميسي على المرحلة اللي قضاها في النادي وأنه مش هيقدر يجدد لظروف خاصة بقوانين الرابطة الأسبانية. إيه هي قوانين الرابطة الأسبانية اللي لابورتا اتكلم عنها واللي كانت سبب إعلامي أو واضح في رحيل ميسي؟ إن عندهم قيود في تيباس، طبعا تيباس اللي هو الرئيس الرابطة، رابطة الأندية الإسبانية والرابطة تحديدا، حتى قيود أشبه بقانون اللعب المالي النظيف، اللي هو تحديد قيمة رواتب سنوية محددة لكل نادي وفقا لثلاث حاجات: إيرادات، مصروفات، وقيمة رواتب. تمام. التلات حاجات دول ما كانوش في صالح برشلونة، لأن برشلونة عليه ديون تبلغ 1,200,000,000، منها حوالي 70% منهم ديون عاجلة، يعني لازم تتسدد في خلال سنة. والغريب أن لابورتا لما طلع وقال من ضمن يعني المبررات اللي قالها علشان ياخد هذا القرار، قال انا ما كنتش عارف ان الديون كبيره كده، انا كنت فاكرها 200 مليون بس. جيت لقيت ان انا لازم ادفع فوري 470 مليون يورو. ما فكرش انه يفتح باب التبرعات؟ لا مفيش كلام، مفيش تبرعات، مفيش الكلام ده. برشلونه ما عندهاش تبرعات؟ لا الموضوع، شوف، هو طبعا مفتوح في اي حته في الدنيا، اي حد محب لاي نادي او اي مؤسسه ممكن يتبرع، لكن هي الفكره ان هناك في حاجه اسمها قانون، وفي حاجه اسمها انكم واوتكم، والفلوس اللي جايه دي حتى لو دخلت كتبرعات ما ينفعش هتتحط في ميزانيه النادي، لان في قيود معينه لازم، او مسار معين لازم الفلوس تمشي فيها تحت عين الحكومه وتحت عين الضرائب، وقصه كبيره كده. وهل دي ميزانيه الموسم الجديد ولا ميزانيه الموسم اللي فات؟ فالموضوع مش بالسهوله دي. محكوم يعني؟ لا محكوم طبعا. محكوم وعليه رقابه، ومش سهل. والا كنت انت تفتح باب لاي تلاعب بقى مالي يعني. يعني انت ممكن غسيل اموال بقى، غسيل اموال، والدنيا تبقى مفتوحه على مصراعيها. ايوه، في ناس بتغسل اموال كتير في الكوره دي. طبعا طبعا طبعا, طبعًا. جوه وبره يعني. المهم، فالقصه ان ساعتها برشلونه بقى مطالب انه يدفع فقط 160 مليون يورو رواتب وفقا للقانون الجديد للرابطه الاسبانيه. طيب ال 160 مليون دول كان منهم 35 بس قيمه راتب ميسي بعد التخفيض. طيب هل كان ممكن زي ما بعض الناس قالت ان ميسي كان ممكن يخفض ال 35 بتوعه ويلعب مجانا باعتباره يعني محب وخد من النادي كتير؟ ايوه، الاجابه لا. ببساطه، حتى لو ميسي عايز وبرشلونه عايز، لكن قانون العمل في اسبانيا بيمنع تخفيض الراتب باكتر من 50% من قيمه الراتب الاجماليه للسنه السابقه. يعني انت لو بتدي السنه دي 10 يورو، اقل حاجه ممكن تدفعها السنه اللي بعدها 5 يورو، ما ينفعش تقل عن كده. تمام. ولازم تتحط هذا الرقم في ده، طبعا حفاظا على حق الموظف او حق العامل. ده قانون عمل مش بس متعلق بالرياضه، قانون العمل بشكل عام. وبالتالي كان ده الرقم اللي يتعرض على ميسي واللي وافق عليه ميسي، وحتى وافق المؤتمر الصحفي قال انا ما اتطلبش مني اكتر من كده، وما كانش ينفع يطلب منه اكتر من كده. تمام. طيب هل كان في حل تاني؟ كان في حلول. ايه هي؟ اول حل ان رابطه تعمل استثناء. المعلن ان الناس في اوروبا ناس واضحه وصريحه، ومفيش حاجه اسمها استثناءات، وان القانون يسري على الجميع دون تمييز، لكن مش دي الحقيقه. لان اللي حصل وفقا برضو لكل التقرير، وفقا لكلام لابورتا نفسه في المؤتمر الصحفي، ان تيباس لما قعد معاه اتفق معاه على صفقه ما اندر تيبل. ايه هي الصفقه؟ ان في قصه او عقد تجاري دلوقتي اسمه عمليه سي في سي، هي اتفاق بين الرابطه الاسبانيه واحد المؤسسات التجاريه اللي بيع 10% من حقوق التسويق والدعايه والاعلان والنقل التلفزيوني وكل حاجه لهذه المؤسسه، مقابل مبلغ هيتم ضخه حوالي تقريبا 2.7 مليار يورو. تمام. ال 2.7 دول هيتاخد جزء منهم للرابطه، وجزء منهم هيتوزع على الانديه. فالرابطه طلبت من لابورتا طلب واضح وصريح، قالوا له انت هتوافق على هذه الصفقه السي في سي، وتمضي ان انت تاخد جزء من الفلوس، والجزء من الفلوس اللي هيدخل هنعتبره انه دخل ميزانيتك، وبالتالي هنمرر لك قصه تجديد التعاقد ونوافق لك على تجديد تعاقد ميسي وتسجيل الاربع لاعبين الصفقات الجديده. تمام. لابورتا وافق في الاول، وكان كلامه على ثقه ان ده هيحصل. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ تدخل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، اللي بسرعه تواصل مع لابورتا وقال له موافقتك على هذه الصفقه، لان ريال مدريد اعلن رفضه للصفقه بشكل قاطع من اول لحظه. قال له موافقتك على هذه الصفقه تعني انتهاء مشروع دوري السوبر ليج الاوروبي للابد. يا دي السوبر ليج ده اللي عامل لنا صداع والله. السوبر ليج وكورونا حاجتين كده طلعوا لنا فجاه. فطبعا
لما ساعتها في قصه السوبر ليج دي ارقام احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، ارقام خرافيه خرافيه يعني احنا يعني بنتخض واحنا بنقولها. فطبعا لابورتا لما فكر كان عنده خيارين، قال لك اضحي بميسي يا اما يضحي بميسي يا اما يضحي بالسوبر ليج. وساعتها لابورتا قرر انه يضحي بميسي عشان يشتري السوبر ليج، ورضخ يعني لنصيحه القصه انتهت في برشلونه كده يعني خلاص، يعني ميسي مشي، ميسي راح بي اس جي، ميسي مش في برشلونه خلاص. تتوقع انه مفيش ما يبقاش في رد فعل من الجماهير، ما يبقاش في ده. لوكاكو مشي من الانتر الدنيا اتقلبت في ميلانو يعني يعني مع الفارق طبعا يعني، بس اقصد هو كان طبعا نجم ومؤثر وكان واحد من اهم اسباب تتويجهم بالكالتشيو السنه دي، لكن لوكاكو واشرف حكيمي مشي والدنيا قامت وما قعدتش. ميسي يمشي من بارسا كده والقصه خلاص انتهت. بص انت جرتني للحل الثاني اللي كان ممكن برشلونه يعمله واللي ما قدرش يعمله، ان اللعيبه الموجوده في الفريق حاليا خصوصا النجوم اللي بتاخد رواتب عاليه، مجموعه منهم توافق على تخفيض الرواتب بتاعتها ومجموعه منهم توافق ان هي تتباع في مقابل ان طبعا فلوسهم هتدخل في الميزانيه وبالتالي تسمح لميسي بالبقاء. وده رفضوا مجموعه النجوم طبعا على راسهم انطوان جريزمان اللي رفض يروح لاي حته غير اتلتيكو مدريد، واتلتيكو مدريد مش هيقدر يدفع المبلغ المطلوب. لاعب زي امتيتي اللي بياخد حوالي 13 مليون يورو مرتب رفض انه يخرج، بيانيتش اللي بياخد حوالي 16 مليون يورو رفض انه يخرج، وان كان دلوقتي كوتينيو طبعا ده بياخد 25 مليون يورو اللي هو بلا اي فائده. دي واحده برضو من الصفقات السوداء على برشلونه، صفقه التعاقد مع كوتينيو اللي هي جت معاه ضرر على كل المستويات، ضرر فني وضرر مالي وضرر اقتصادي وكل حاجه. هذه المجموعه من اللاعبين اللي تلقت صفرات استهجان في ماتش يوفنتوس في كاس خوان جامبر دي هتفضل تعاني مع برشلونه لحد نهايه الموسم، لان خلاص جماهير برشلونه حطتهم في القائمه السوداء للعيبه اللي اولا ضيعت عليهم ميسي ورفضت ان هي تعمل اي تحرك من اجل النادي، ويا ريتهم مفيدين للنادي فنيا يعني يا ريت لعيب زي امتيتي اللي متمسك انه يقعد عشان ياخد مرتبه ده قاعد وبيفيد برشلونه فنيا او غيره سواء كوتينيو او بيانيتش. خليني اخد تقييمك دكتور وليد لمواجهه البارسا من بدون ميسي مع فريق من اتقل فرق في اوروبا، يظل اليوفي الحقيقه دايما فريق قوي جدا طبعا، حتى في المدرجات الجماهير مش راضي رافضه لغايه دلوقتي رحيل ميسي ولابسه التيشيرت اللي عليه اسمه ممفيس ديباي طبعا، الصفقه الجديده اللي اعتقد انها مبشره جدا جدا بالنسبه للبارسا. تقييمك لاداء البارسا وفوزه على اليوفي؟ هو طبعا المباريات اللي بتكون من النوع ده في الوقت ده من الموسم ما تقدرش تعول عليها فنيا بشكل كبير، يعني دايما البري سيزون ما بيديكش الانطباع بنسبه 100% عن مستوى الفريق في طول الموسم هيبقى عامل ازاي، لكن اللي قدمه برشلونه نقدر نقول انه مبشر بشكل مبدئي، وثانيا كان رد فعل يمكن لقصه رحيل ميسي ومحاوله طبعا اثبات الذات من المجموعه يوفنتوس، وكان بيلعب يعني بمجموعه نجومه طبعًا كذلك برشلونه، ففكره انك تفوز 3-0 هو فوز معنوي اكيد اذا حتى مش هو فوز فني وما تقدرش تعول عليه، لكن على الاقل يدي ثقه للمجموعه دي، وخلى كومان مثلا يطلع يقول تصريح ان هو بيطمن الجماهير على حاله برشلونه بعد ميسي، وبيدي كمان ثقه للاعب زي ممفيس ديباي اللي هيتعول عليه بقى الجماهير كتير جدا انه يحاول يملى الفراغ مع اجويرو لما يرجع من الاصابه. اجويرو ده رجع بعد كلام على انه اجويرو مش عايز يكمل مع هو بعض كلام اتقال، لكن خلي بالك فرص اجويرو حتى لو ساب برشلونه ده افضل خيار لاجويرو يعني خلي برشلونه يستغنى عن اجويرو دلوقتي يعني هيروح فين الدنيا انك انت جالك يعني اعتقد اصل مش هيروح باريس مع هو باريس كده فاضل لهم يعني ياخدوا فان دايك وياخدوا كريستيانو رونالدو وان شاء الله بقى يكسبوا بطوله دوري الابطال ونحط صورتهم على الجنيه يعني صحيح يعني بص هو انا يعني اتمنى والله مش عارف ده طبعا سيناريو ده خيالي ده ومش ده هيحصل ده يعني انت عارف المقوله بتقول انه لقد وضعت القوانين ليتم الالتفاف عليها واختراقها ده باريس سان جيرمان حقيقه هو باريس سان جيرمان نادي في دوري فرنسي عائدات الدوري الفرنسي لا تقارن على الاطلاق بجزء ولو بسيط من عائدات الدوري الانجليزي او الاسباني فاذا اللي داخل الانكم اللي داخل النادي مش كبير، انت ما بتبيعش نجوم كباريس سان جيرمان ما بتاخدش تشامبيونز ليج عشان يدخل لك عوائد ولا كاس عالم للانديه ولا 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 حتى الدوري خسرته السنه اللي فاتت، ففكره ان نادي العوائد او المداخيل بتاعته مستحيل توازي جزء ولو بسيط من الانفاق ويبقى بعيدا عن تطبيق القوانين
بتاعت الاتحاد الاوروبي لحد دلوقتي بهذا الشكل، واللي هو بيعبث بالميركاتو زي، والغريب ان ناصر الخليفي اللي هو رئيس رابطه الانديه الاوروبيه دلوقتي اللي خرج وقال لك احنا مش عايزين السوبر ليج عشان تظل كره القدم للفقراء، فالحقيقه كان اكتر تصريح كوميدي السنه اللي فاتت. ارقام ميسي مع برشلونه وامكانيته ان يستمر في تحقيق انجازات مع بي اس جي من وجهه نظرك، استعرض ارقامه الاول مع البارسا. طيب يلا خلينا نقول الارقام. هو طبعا ميسي على مدار المشوار شارك في 778 مباراه، عدد كبير جدا، احرز 672 هدف، هو الهداف التاريخي وهداف الليجا التاريخي وكل حاجه، صنع 350 هدف برضه رقم قياسي، 81 كارت اصفر وكارت احمر واحد، وعلى مستوى البطولات طبعا سجل يعني ولا اروع. ليونيل ميسي خد 10 ليجا خلال مسيرته مع برشلونه، خد كاس الملك 7 مرات، خد السوبر الاسباني 8 مرات، السوبر الاوروبي 3 مرات، دوري ابطال اوروبا 4 مرات، وثلاث القاب لكاس العالم للانديه، برضه حصيله عظيمه جدا، وكل الكوس كانت موجوده امبارح. ارقام صعب قوي على اي لاعب انه يكسرها في ال، ومش بس انت متواجد بتكسب مع المجموعه، ده هو انت السبب الرئيسي في 99% من هذه البطولات. طبعا على مستوى الالقاب الفرديه هو عنده الرقم القياسي للبالون دور بست مرات، عنده افضل لاعب في اوروبا 3 مرات، وافضل لاعب الفيفا مره واحده، هو طبعا كان بينهم يعني مره من الفيفا بس مشترك كمان وقت ما كان الفيفا والبالون دور، فيعتبر عنده 6 من الفيفا، واحده منفرده والباقي مشترك مع البالون دور. والحذاء الذهبي الاوروبي طبعا ليه هداف الدوريات الاوروبيه بست مناسبات. ارقام اسطوريه طبعا. شايف انه مع التشكيله يعني الاول ستارز اللي موجوده في بي اس جي دي، شايف ان هم قادرين يحققوا انجازات على المستوى القاري، اهمها طبعا تشامبيونز ليج؟ شوف هو طبعا من الوهله الاولى تشكيله فيها ميسي، نيمار، امبابي، كاردي، دي ماريا، باريدس، فيراتي، ماركينيوس، فيراتي، دوناروما، اشرف حكيمي، دوناروما، حكيمي، فينالدو، سيرجيو راموس، يعني تخيل الفريق النادي اللي جمع بين راموس وميسي في فريق واحد بعد ما كانوا ألد الاعداء. يعني طبعا تشكيل اسطوري. راموس هيضربه برضه، انا هيضربه برضه لما يضيع. فطبعا هو تشكيل اسطوري، وما اعتقدش ان في فريق يمكن من ساعه الجالاكتيكوس بدايه القرن مع ريال مدريد، الفريق اللي كان جه حتى لاعب الاهلي هنا واللي كان قريب يعني ذكرى فوز الاهلي عليه، الفريق اللي كان فيه زيدان وراؤول وفيجو وبيكهام وروبرتو كارلوس وكاسياس ورونالدو وراؤول وجوتي طبعا وسالجادو وفرناندو ييرو، كان حاجه يعني عظيمه جدا ساعتها. بس اللي يميز في تشكيله باريس دلوقتي فيها ميسي، يعني هي هو ميسي برضه يبقى ميسي حاله منفرده في تاريخ الكوره، ففكره ان تشكيله تضم هذه المجموعه مستحيل ان انت تتوقع انه يخسر حاجه. لا اصله مش مقوي الهجوم بس على حساب الدفاع ولا على حساب خط الدفاع، عنده بس الكوره علمتنا انها مش بالاسماء بالظبط، هو ده بقى لازم نستدرك ونقول كده ان تجميع نجوم كتير مهره في فريق واحد مضر. احيانا بتكون مضره، لان حتى ريال مدريد نفسه فتره الجالاكتيكوس ما حققش انجازات محليه اوروبيه زي اللي حققها الجيل الجديد مع زيدان مثلا، بالفوز بثلاثه دوري ابطال متتاليه او اربعه دوري ابطال بشكل عام، كان موجود معاهم سوبر ستار واحد اللي هو كريستيانو رونالدو وحواليه مجموعه نجوم لكن مش جالاكتيكوس، مش سوبر ستار بالظبط، مش سوبر ستار. فهي تجربه مثيره ان احنا نتفرج عليها ونقعد نشوف الدوري الفرنساوي يعلى الليجا الاسباني تنزل من وجهه نظرك. هي الليجا الاسباني، الليجا الاسبانيه دلوقتي يعني على مقارب النعش، يعني هنعلن. كانوا دايما بيقولوا على اللقاء البارسا والريال الكلاسيكو دي لاس كلاسيكوس، يعني كلاسيكو الارض. كلاسيكو الارض هيفضل صعب جدا. اولا القيمه، اولا هي بدات تندع كده، وبرشلونه حتى قيمته السوقيه هتنزل بقيمه 137 مليون يورو. بسم الله الرحمن الرحيم كده برحيل ميسي. صباح الخير. يعني قيمه الماركه بتاعته كتسويق وخلافه 137 مليون يورو، يعني بحوالي من 15 ل 20% من التوتال. هو كان ثاني اغلى علامه تجاريه في العالم بعد ريال مدريد. دلوقتي ممكن مثلا يرجع يتراجع للمركز العاشر ولا حاجه. ده واحد.
رقم اتنين ان ريال مدريد حتى مع ما فيهوش دلوقتي سوبر ستارز، بقيه الانديه ما فيهاش سوبر ستارز بالشكل المفهوم، ما اعتقدش ان القنوات والمحطات التلفزيونيه والاعلانات هتدفع كتير في المواسم اللي جايه لكلاسيكو او لدوري النجوم اللي فيه اقل من الانجليزي واقل من الايطالي وبقت اقل كمان من الفرنسي، ويمكن حتى الالماني بقى فيه سوبر ستارز دلوقتي على راسهم ليفاندوفسكي وهالاند لو ما اتباعش طبعا من بروسيا دورتموند. هكلمك عن هالاند. بقى فيه سوبر ستارز اتقل يعني دلوقتي الكلاسيكو بتاع دورتموند بايرن ميونخ بقى يخطف العين على مستوى اسماء ونجوم اكتر من كلاسيكو ريال مدريد. صحيح. طب هكلمكم بقى مع دكتور وليد على اهم الصفقات اللي هتغير شكل الكوره في فرق بعينها، اهم الاسماء من العيار الثقيل، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم ونفتح الملفات اهم الصفقات في الميركاتو الصيفي بالنسبه لانديه اوروبا في السادسه مع دكتور وليد الحديدي طبعا، بس بعد الفاصل. صفقات اثارت حاله جدل ما بين ترحاب شديد جدا من الفرق اللي نجحت في التعاقد وحاله غضب شديد جدا في الفرق اللي رحلت عنها النجوم. خلينا نشوف مع حضراتكم اهم العناوين المرتبطه باسماء السوبر ستارز في الكره الاوروبيه في الدوريات الخمسه الكبرى ونشوف المصير ونشوف طبعا تعليق من دكتور وليد الحديدي ضيفنا في السادسه. نبتدي مع حضراتكم جوله في اهم الصحف اللي رصدت اهم التحركات للانتدابات والتعاقدات. طبعا ده اول خبر يمكن مرتبط بالحدث الرئيسي والاساسي في اوروبا انه الكشف الطبي هيتوقع النهارده على ليو ميسي في باريس واستعداد باريس لاستقبال اسطوره الكره الارجنتينيه. طبعا هو الجماهير الباريسيه ممكن لو نتيجه الكشف الطبي طلعت مش تمام بي اس جي يقول ميسي شكرا مش عايزينك. لا لا طبعا مستحيل ده لو ايه. هو جماهير باريس بقى لها 3 ايام كل يوم تطلع على المطار كده مجموعه مستنيين طبعا هيبقى تقديم اسطوري للتاريخ منتظرين حاجزين بيقولوا برج ايفل بكره عشان اعتقد طبعا هيكون التقديم باعتباره هو رمز يعني باريس ورمز فرنسا. طبعا نروح للي بعده. انتر ميلان بعد رحيل لوكاكو كلام كتير جدا وبيقولوا انه احتمال كبير جدا انه المهاجم اللي لها يحل محل لوكاكو يكون مهاجم فرنسي ومارسيال طبعا واضح في الصوره. هو طبعا مارسيال من اللعيبه اللي بتلاقي انتقادات شويه من جانب جماهير مانشستر يونايتد بسبب اضاعته للفرص ومع انه هو لعيب موهوب وكل شيء، فاحتماليه انه يخرج من مانشستر خصوصا بعد طبعا انضمام جادون سانشو احتماليه كبيره. لكن هي الفكره بقى يكون في الراتب بتاعه لان انتر كمان عنده مشاكل ماليه كبيره، فهي الفكره هتكون حكيمي عشان المشاكل. بالظبط بالظبط، فهي الفكره هتكون في تحديد الراتب، لكن هو اعتقد ان مارسيال لو غير العتبه زي ما بنقول ممكن جدا يتالق مع انتر لانه لعيب عنده امكانيات. صحيح، ويمكن مش مارسيال مش الاسم الوحيد لكن في اسماء ثانيه مرشحه هنشوف ونتابع مع حضرتك. طيب مانشستر يونايتد طبعا كلام كان الكلام ده كل سيزون بيتكرر الحقيقه في كل ميركاتو، بوجبا ماشي من مانشستر، بوجبا سايب مانشستر، بوجبا هيروح الريال، لا بوجبا هيرجع اليوفي، كلام كتير جدا وما زال برضه بيتكرر الموسم ده. لكن الحقيقه يمكن تاكيد من واحد من التويتس اللي عملها بوجبا على صفحته انه الموسم ده مستمر مع مانشستر يونايتد. هو طبعا كان التارجت الاكبر اللي بالنسبه لبوجبا وقت المشاكل اللي حصلت مع جوزيه مورينيو انه يروح لريال مدريد. ما حصلش التوافق لاسباب كتير، واستمرار بوجبا مع مانشستر يونايتد للوقت ده اللي فيه ريال مدريد عنده كمان مشاكل ماليه وهيكون صعب جدا انه يعمل صفقه هتكلفه راتب برضه كبير مش قليل لبوجبا وهيدفع فيها فلوس مش قليله لمانشستر يونايتد، اعتقد ده حاجات خلت بوجبا يتراجع، زائد ان الاجواء بقت اهدأ وعلاقه بوجبا بالاداره وعلاقه بوجبا بالجهاز الفني بقياده سولشير بقت افضل. زائد كمان زي ما قلنا انضم جادون سانشو وتقويه شويه للسكواد بتاع مانشستر يونايتد وفاران طبعا خلى فيه احتماليه كبيره ان مانشستر يكون بينافس بقوه الموسم، خصوصا انه كان بيلعب نهائي اوروبا ليج السنه اللي فاتت. صحيح. ما قدرش طبعا يكسب البطوله، ووجود برونو فرنانديز مع كمان جنب بوجبا يعني التشكيله بقت مبشره الى حد ما، وبالتالي استمرار بوجبا، وبوجبا من اللعيبه اللي بتعمل دايما اثاره جدل وبيحب يعيش هذه الاجواء، لكن يعني الدنيا بدات تهدى شويه في نهايه الموسم اللي فات وبالتالي استمراره هو الارجح. تمام، نروح للعنوان اللي بعده. طبعا توتنهام وديسبريتو المدير الفني اللي بيتكلم على بقاء هاري كين في صفقه الحقيقه يمكن كتير انتظرها، واعتقد كان نفسي الحقيقه انها تتم، واحد من افضل المهاجمين اللي كان معروض عليه انه ينتقل للمان سيتي، لكن الحقيقه ديسبريتو نونو ديسبريتو المدير الفني لتوتنهام بياكد على انه كين باقي معنا في الموسم القادم. هو طبعا
يعني هو ما كانش في مشكله كبيره عند ليفي رئيس توتنهام انه يبيع هاري كين، لكن هو وعد هاري كين ووعده الموسم ده هيكون الاخير ليه، ووعده ده وهاري كين نفسه يعني كان متغيب حتى عن فتره الاعداد وانطلاقه الموسم، وهو عنده رغبه اكيد انه يغادر لانه شايف ان خلاص فكره انه عمل كل شيء مع توتنهام ولسه ما وصلش، يعني احنا في اللحظه اللي احنا فيها هاري كين مش محطوط ضمن المرشحين مثلا لبالون دور مع رغم الاداء العظيم اللي قدمه مع توتنهام السنه اللي فاتت وهداف، لانه ما خدش بطوله، فهو عايز يوصل بقى لمرحله الانجازات لانه كمان بدا السن يتقدم بيه. لحد اللحظه دي استمراره مش اكيد وفقا برضه لكل الصحف الانجليزيه، لسه الموضوع في يعني على الارض ولسه مانشستر سيتي عنده رغبه انه يضم. طيب نروح للعنوان اللي بعده. العنوان اللي بعده بيتكلم على احتمالية وجود قضية هيرفعها خوان برانكو أحد المحامين الفرنسيين ضد عملية انتقال ميسي لباريس سان جيرمان. بصوا الحاجات دي الحاجات دي ما بتنفعش مع باريس، يعني لو مجلس الامن راح حاول مش هيعرف هيضمها. لا الحاجات دي نيمار طبعا يعني طبعا. العالم كله اتكلم عليها 222 مليون والتلاعب اللي حصل في قصه عاد مبابي لما جابوه من موناكو، لا عرب نيت بيع، لا مش عارف ايه القصص دي كلها، وما بيعرفوا يتعاملوا ما بياكلش معاهم، بيعرفوا يتعاملوا فيها والدنيا بتعدي. هي حاجه يعني نقدر نقول فرقعه او رغبه جماهيريه وتمسك تشبث بامل، وحتى في اسوء الاحوال لو ميسي ما انضمش لباريس سان جيرمان هينضم لمانشستر سيتي، هينضم لتشيلسي، لكن مستحيل انه يستمر مع برشلونه. نروح للعنوان اللي معانا اللي بعد كده. طبعا ده كان سؤال حسن صلاح حميديتش على فكره انه البايرن هل ممكن انه يستقطب او يعني يتعاقد مع ليونيل ميسي. الراجل الحقيقه كان في منتهى الصراحه قال لك مستحيل مستحيل. هو بايرن ميونخ عنده سياسه تعاقديه محدده وليه سقف وليه بيعرف يلقط كده المواهب وبيشتغل على مواهب المانيه اكثر الانديه طبعا في العالم جدا بصراحه، فصعب يعني ان هم يدفعوا مبلغ كبير في ليونيل ميسي. الميزانيه بتاعتهم مش هتسمح، وحتى لو تسمح هم زي ما قلت لك عندهم سياسه وسقف لا يتخطوه باي حال من الاحوال. بس نموذج يدرس طبعا يعني طبعًا. ازاي بتجيب النجوم اللي لسه ما حدش يعني كومان مثلا ده ماشي من بي اس جي كده على الهامش تقريباً. طبعا طبعا في بايرن مكسر الدنيا. الفونسو ديفيز ده مين اللي كان يتوقع انه يبقى كده؟ حتى اللعيبه اللي بتطلع جوريتسكا كيميتش لما جابوا ليفاندوفسكي ما دفعوش فيه مبلغ كبير، يعني فكره سياسه التعاقدات حاجه كده تقعد تذاكرها ازاي الناس دي عندها سكاوتنج بتعرف تستقطب النجوم بتدفع قليل وتكسب من وراهم كتير. نروح للعنوان اللي بعده. عندنا عنوان طبعا على الانتر، وكلام كان كتير جدا بعد رحيل اشرف حكيمي ولوكاكو انه الدور على لوتارو مارتينيز، وكان في كلام عن اهتمام توتنهام بلوتارو، لكن الحقيقه يمكن الخبر بياكد انه لوتارو باقي في الانتر وسعيد في الميلان ومستمر مع انترناشونال. شوف هو في حاجه كده زي عارف انت الاواني المستطرقه او الدومينو، يعني في صفقه لما بتحصل ممكن تجر وراها صفقات كتير. لو لوكاكو طبعا لوكاكو بنسبه 99% لحد هو لسه لم يعلن رسمي، لكن 99% رايح خلاص تشيلسي. فلوكاكو لو خرج من انتر ولو طاروا خرج من انتر لو طاروا لو راح توتنهام فساعتها يعني ان هاري كين ممكن يروح مانشستر سيتي. لان صعب جدا ان لو طاروا هاري كين يظلوا مع بعض بيلعبوا في نفس الفريق. نفس الشيء لو توتنهام ما خدش لو طاروا فساعتها استمرار هاري كين هيبقى بنسبه كبيره جدا هو الاحتمال الاقرب، وارسنال داخل على خط المفاوضات كمان مع لو طاروا مارتينيز، ولو خرج لو طاروا سواء لتوتنهام او لارسنال ساعتها انتر هيكون مطالب انه يضم مهاجم، وساعتها بقى ممكن يبص زي ما اتكلمنا على مارسيال ويستغله في المكان ده. يعني انا شايف انه التشكيله الوحيده اللي تقف في وش بي اس جي من ناحيه الاسماء هو مان سيتي معاه لو طاروا وهولاند. يعني لو المان سيتي يخلص في لوتارو هالاند كمان يعني بقول لك هيكسر تقول لي باريس سان جيرمان يعني جريليش ودي بروين ولوتارو وهالاند كسر الدنيا السنه دي مع المان سيتي لعيب عالمي بصراحه. شوف هو فكره النجوم كتير في فريق ده بالنسبه لنا فيها نوع من انواع الشغف، يعني احنا دايما بنحب نشوف النجوم سواء بيلعبوا مع بعض او بيلعبوا ضد بعض. ففكره تقويه نادي بقيمه مانشستر سيتي مع وجود اوريدي تشيلسي بيقوي نفسه مع باريس سان جيرمان الناحيه الثانيه، فده بالنسبه لنا هيبقى حاجه مثيره يعني. عظيم. نروح للخبر اللي بعده. خبر طبعا على فكره اداره ليفربول بتقدم عشان تحافظ اثنين من اهم النجوم ان لم يكونا اهم نجمين في صفوف ليفربول، محمد صلاح في الهجوم وفيرجيل فان دايك في الدفاع. من يعني اسباب الحظ برضو الجيد لليفربول الازمه الماليه اللي دخل فيها ريال مدريد وبرشلونه اللي كانوا على خط
التفاوض مع محمد صلاح تحديدا، وكان ممكن جدا محمد صلاح في الميركاتو ده يكون موجود في الليجا، لكن الأزمة المالية خلت صعوبة الخروج لمحمد صلاح واقعية، وكمان خلت ليفربول يضطر انه يرفع راتب بتاع محمد صلاح ومعاه فان دايك عشان يبقوا في مقدمه اغلى لاعبي الدوري الانجليزي علشان يحافظ عليه ويقدر يجدد عقده. استمرار محمد صلاح في ليفربول انا شايفه هو القرار الصح. نروح للخبر اللي بعده. طبعا واحد من الاسماء المرشحه مع مارسيال للانضمام للانتر خلفا للوكاكو هو ايدن جاكو نجم روما. طبعا هو خيار رخيص، مش هيبقى غالي بالنسبه للانتر، لان زي ما قلت لك انتر بيحاول يخفض نفقاته وعنده ازمه ماليه، يعني كفايه انه ساب كونتي مثلا ما قدرش يجدد معاه، فبالتالي ممكن يكون خيار معقول، لكن ما اعتقدش ابدا ان انتر بالحاله دي قادر انه يدافع عن لقبه السنه الجايه حتى لو ضم جيكو. تمام، نروح لاخر خبر معانا الدوري الانجليزي تحديدا على اثنين انا بشوفهم اللي بنزل، يعني بعيدا عن الانتماءات وانت بتشجع مين في الدوري الانجليزي، لو بتحب الكره الحلوه بتحب اللعيبه الموهوبه اللي المهاره جزء كبير جدا من شخصيتها في الملعب، الاثنين دول اتفرجوا عليهم السيزون اللي جاي، جيمس ماديسون وجاك جريليتش. جاك جريليتش رايح خلاص راح لمان سيتي، وماديسون في كلام على انه الارسنال فتح باب التفاوض وعرض 100 مليون استرليني. شوف هو طبعا موهبه، يعني اكيد اكيد متابعي الدوري الانجليزي عارفينه من بدايه اصلا ظهوره ويعني تالقه كده مع ليستر، وانا من الناس اللي انا بحب اتابعها وبحب جداً اتفرج عليها، لانه عارف انت رمانه ميزان الفريق دايما حاجه كده، بقيمه دي بروين مع مانشستر سيتي وبقيمه جريليش وبقيمه اللعيبه اللي هي محور اداء فريقها. ماديسون لعيب مهاري جدا، لعيب عنده رؤيه، تمريراته رائعة، عنده الفينش محترم، أعتقد تواجده في أرسنال هيكون مكسب كبير جدا لأرسنال، وأتمنى أن الصفقة تتم، لأن أنا من الناس اللي حابب أشوف أرسنال تاني يرجع يعني الأمجاد زمان. لوكاكو انتقاله لتشيلسي، عودته للدوري الإنجليزي، يعني هو عانى مع اليونايتد، اتنقل للدوري الإيطالي كسر الدنيا، عارف قصة كوتينيو مع ليفربول، حالة توهج جماهيرية، نجاح يعني، وبعد كده اتنقل للبارسا واتنقل للبايرن ورجع للبارسا، ورغم كده مفيش حاجة اسمها كوتينيو موجودة على الساحة. لوكاكو عمل ده أو عمل العكس ده من تجربة مش ناجحة قوي مع المان يونايتد، راح إيطاليا نجح وكسر الدنيا مع الإنتر، بيرجع تاني الدوري الإنجليزي مع تشيلسي، بتشوف الصفقة دي ومدى إمكانية نجاحها بالنسبه لوكاكو؟ يعني لوكاكو من اللعيبه اللي اتظلمت وقت وجودها في مانشستر، لان حاله الفريق الفنيه ما كانتش مساعداه، بالعكس هو يعني ظهر بشكل كويس الى حد ما وفقا لحاله الفريق، وجماهير مانشستر يونايتد لسه بتلوم الاداره على التفريط من خلال متابعتي للسوشيال ميديا على التفريط في لوكاكو لحد دلوقتي. طبعا كسر الدنيا مع انتر، زائد طبعا تالقه الدولي مع منتخب بلجيكا في كل المناسبات من ظهوره، لاعب عنده شخصيه، لاعب عنده كل مقومات المهاجم المرعب، اللي هو طول ما هو متواجد في منطقه الجزاء او حواليها انت قلقان وعامل لحسابه. اليورو حتى في اليورو كان متالق وظهر بشكل رائع جدا. طبعا عودته انا ما اقدرش اقول انه ممكن ملاكم لما يرجع ملاكم طبعا طبعا ملاكم. لا وبعدين لعيب ما بيتفهمش قدام المرمى، اللي هو انا بحب انا المهاجم اللي ياخد الكوره ما بيفكرش في حاجه غير انه يعمل الفينش على المرمى، ما لا هيرقص ولا هيعمل شكل جمالي ولا انت ولا الكلام. طبعا شبهه والله بجد القضيه، هو بتاع القضيه. فهو دايما يعني فعلا لعيب يخوفك، هو 50-60% من لقب انتر ميلان السنه اللي فاتت جزء منه كبير جدا للوكاكو وتالق لوكاكو. اكيد اكيد هينجح لو راح تشيلسي، وان كان هيبقى فيه تخمه في تشكيله وسكواد تشيلسي، لانه هيكون يعني موجود في خط هجوم هيبقى فيه 5-6-7 لعيبه كلها، هيبقى في حيره عند توماس توخيل يختار مين ولا مين ولا مين. ف تيمو فيرنر مثلا معاه وراهم هافرز بقى وميسون ماونت، طبعا هيبقى هو رقم واحد، بس الفكره انك دافع برضه فلوس في تيمو فيرنر كبيره. جيرو راح الميلان، جيرو راح الميلان خلاص، وحتى لعب قدام ريال مدريد لعب الماتش كله تعادله 0-0، وبرضه اعتقد انه هيكون اضافه مميزه لميلان. جيرو من المهاجمين بما اننا ذكرناه، يعني من المهاجمين اللي الى حد ما مظلومين شويه، لانه يعني فكره انه احيانا بيضيع فرص سهله بتخليه يتحط دايما في كاتيجوري كده انه مهاجم ضعيف، مع انه مهاجم مميز جدا، ولو خد فرصه ولعب بشكل كبير بيأدي ودايما ليه كده لمسات جماليه، فاعتقد هيكون ناجح في ثنائيه مع ابراهيموفيتش السنه الجايه. انا عايزك تحط الارقام بتاعت الصفقات على جنب، يعني سيبك مين الدفع فيه كام، وعايزك تنسى الاسماء برضو للعيبه، اهم ثلاث صفقات نجحت انديه في التعاقد معاها
في الميركاتو الصيفي لغايه دلوقتي من وجهه نظر دكتور؟ سؤال مفاجئ ده، عايز بص تركيز سريع كده. طيب يعني خلينا مثلا نقول ان وجود لعيب زي جريليش مع مانشستر سيتي من المؤكد حبيبي يا دكتور حبيبي والله لازم يكون صفقه ناجحه، لانه فعلا لعيب مؤثر، واعتقد في وجود شكل فريق مانشستر سيتي وفكر جوارديولا اعتقد هيكون ليه تاثير كبير جدا. تمام. اذا مثلا بتتكلم عن صفقه انا متوقع المفترض ان هي يعني تنجح ويبقى ليها تاثير وفقا لكل المقدمات بتاعتها، المفترض ان جادون سانشو لما يكون موجود في مانشستر يونايتد يقدم الاضافه للفريق ده حبيبي. لانه محتاج مدرسة. اعتقد انه لازم يعمل ده. سانشو من اللعيبه اللي تستغرب جدا جدا ازاي المان سيتي فرط في موهبه، طبعا ده جاك جريليتش نجم السيتي الجديد. لو جيت يعني بتفكر في اللي فرط ده، انت بص ده مورينيو لوحده مفرط في ثلاث اسماء. صحيح. يعني يعملوا ثلاثي مرعب اللي هو صلاح لوكاكو دي بروين، الثلاثه مشاهم في سن صغير هو ضايع. والثلاثه انا قلت من الاول والله مورينيو ده يعني بروباجندا على الفاضي. اقوى او رتب لي بقى اقوى خمس دوريات من وجهه نظر دكتور وليد في الموسم الجديد. هو طبعا بالتاكيد ان الشغل اللي عمله الدوري الانجليزي دلوقتي هيحطه في الرقم واحد، لان مفيش نجوم كتير خرجت من البريمير ليج، بل بالعكس النجوم جت للبريمير ليج. تمام. كان لازم نحط الليجا في المركز الثاني كما هو معتاد، لكن وفقا للظروف الحاليه ما اعتقدش الليجا هتكون على مستوى المنافسه المتوقع حتى قاريا، فلازم يتتراجع. واتمنى ان الدوري الايطالي هو اللي يدخل رقم اثنين بعد البريمير ليج، لان كمان لسه الدوري الايطالي محتفظ برونقه وببعض نجومه. المركز الثالث بوجود ميسي لازم يكون الدوري الفرنسي، وانا احط الليجا هجاملهم واحطهم في المركز الرابع قبل الدوري الالماني. الالماني. ماشي يا دكتور وليد، شرفتنا ونورتنا كالعاده في السادسه، بنستمتع دايما بوجودك معانا للحديث بقيه، لانه الميركاتو كبير جدا. الصفقات وتدعيم الانديه في على مستوى الدوريات الخمسه كتير جدا، عدد كبير من الصفقات يمكن لاول مره بنشوفها من موسمين ثلاثه. للحديث بقيه بالتاكيد مع دكتور وليد الحديد، ضيف عزيز علينا دايما في السادسه. بشكرك دكتور وليد على وجودك معنا النهارده. شكرا، دايما بتشرف بالتواجد معاك، وكل التحيه لكل المشاهدين. سعداء بيك دايما وسعداء بحضراتكم طبعا ومتابعتكم لينا على شاشه النادي الاهلي في السادسه. نقابل حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.